شوفوا يا جماعة، هلأ أكيد كلياتنا هيك قابلنا ناس بحياتنا وتعرفنا على ناس جداد، سواء من خلال شغل، من خلال أصحاب، قرايب، دراسة جمعتنا، يعني صرنا معهم أصحاب هيك بطريقة كتير، خلينا نحكي عن طريق الصدفة، تمام؟ وطلعنا معهم وجينا معهم وصاروا فرد من أفراد العيلة وكل هالأمور هاي. بعدين بيجي هيك موقف معين بيخرب الدنيا كلها، وصحبة سنين بتروح وين بتروح؟ على السما بتطير، بطل في صحبة. يا جماعة عن جد مرات هيك بتنصدموا، بتحكوا وال طب هذا البني آدم هو نفسه هذا البني آدم معقول اللي داخل بيتي وصار فرد من أفراد عيلتي، ورحنا وجينا وأكلنا مع بعض، ضحكنا مع بعض، بكينا مع بعض، معقول أنا هالقد كنت مغفل، خلينا نحكي انصدمت فيه؟ هلأ هو يعني ما بعرف إيش بتكون الأسباب، وفي مثل كانوا زمان يحكوه، لا تزم ولا تشكر إلا بعد سنة وست أشهر. طلع هذا الموضوع عن جد مش على الفاضي يا جماعة، عن جد البني آدم لازم يعاشر البني آدم، يمرق معاه بكتير مواقف حتى عن جد يعرفه من جوا. سؤالي لكم مستمعينا، شخصية البني آدم الحقيقية إمتى بتبان عن جد؟ هل هي بالسفر؟ هل هي وقت الجوع؟ هل هي وقت الغضب؟ ولا وقت المصاري؟ يلا بلشوا المشاركات، يوصلوا على 0788-95-3-95-3. منال اسماعيل عم تحكي لما بيصير معه مصاري على قولة المثل الله لا يغني فقير. أما باسل ملحم فعم بيحكي السفر ببين الشخص على حقيقته وكل شيء مخبى بيطلع، وقت ما تشارك شخص بالشغل بالمصاري كمان ببين معدنه. نهلة عم تحكي بالسفر، يا لطيف شو بتكتشفي شغلات وقديش بتنصدمي بناس قدامك من برا رخام ومن جواتها سخام. الله يعني تحياتنا أكيد لأحمد الدباس عم بيحكي بتوقع بوقت السفر، وكمان فادي سلمان تحياتنا لإلك، وكمان زينا عم تحكي وقت الغضب والمواقف مش المدة هي اللي بتكشف الشخص على حقيقته. رولا عكوب عم تحكي ببين الشخصية المضبوطة وقت المصاري. أهلا وسهلا فيك يا رولا أكيد. وفي حدا كمان مسح المسج، ما تمحوا مسجات، بصير عندي فضول أعرف شو هي. عبود عم بيحكي بحكي الفلوس بتغير النفوس، وعنا تجربة عم بحكي. وكمان عبير مطيرة عم تحكي باختصار وقت ما احتاجه بمصاري أو بموقف ببين على أصوله وعلى معدنه ببين كلياته. ستيف الياسة تحياتنا لإلك عم بحكي وقت الغضب ببين كل شيء وببين الشخص على حقيقته. وكمان مين عم بحكي بقولك خاف من اثنين، جاهل تعلم له كلمتين وجوعان صار معه قرشين، أحمد الحباشني. خالد عبدو بحكي والله يا رند انت تعاملي معه بالمصاري وشوفي النتيجة. أما هنادي الحايك عم تحكي هو دايما مبين على حقيقته، بس نحن منغض نظر ومنقول لعل وعسى يتغير ويصير بني آدم وإنسان. لماذا تلعتمت؟ هذا هو السؤال. يلا صارت معنا ديما على 0788-95-3-95-3. هاي ديما، مرحبا. مرحبتين ومرحبتين، شو أخبارك؟ عافية رند حبيبتي. الله يعافيكي، أنا كتير منيحة، أنت شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. كيف كان الويكند؟ طمنيني. كويس، كتير كويس. شو عملتي؟ وين رحتي؟ وين جيتي؟ شو طبختي؟ يعني بحب أعرف تفاصيل. طلعنا على مزرعة. أيوة، أخذتي تان وكذا؟ لا ما صبحنا الأولاد. الله يخلي لك ياهم يا ربي يا ديما. الله يسعدك. ديما احكي لي، إمتى ببين الشخص على حقيقته عن جد؟ هل السفر، جوع، غضب، ولا وقت المصاري أو غيرها طبعاً؟ تمام. هلا هو أكثر شيء ببين بالسفر، وتكون يعني مش بس إنه مسافرة وكل حدا في أوضة، يعني تكوني معاه بنفس الأوضة وتشوفيه. بتشوف التفاصيل، التفاصيل تفاصيل يعني. التفاصيل اللي بس يصحى من النوم وبس يجوع وبس كل إشي بالعالم. يس، بس كتير تشوفي كل إشي، الغضب، الجوع. يعني هو السفر أكثر شيء بلم الشخصية. مزبوط صراحة. وبرضه كمان إذا جيتي على شيء بخصه هو، يعني إذا أنت جيتي مثلا عملتي شيء بخصه هو بشخصيته هو، كيف الرياكشن تبعه حيكون؟ هو هيتقبل إنك ردة فعله. يمكن في ناس كتير بتكون كويسة ومنيحة، بس هي من جواتها ما بتكون نظيفة. صح، يعني مزبوط. لغاية ما تيجي أنت على شيء بخصها هون بتبين. يعني برأيك بيقدر البني آدم أنه يمثل لفترة طويلة؟ يعني ما أظن بيقدر أي بني آدم أنه يعمل حاله منيح. لا مستحيل. يعني الطبع يغلب التطبع زي ما بيحكوا. صح 100%. هل عمرك قابلتي شخص هيك مثلا اكتشفتي على حقيقة بسفر؟ أكيد. أكلت الإسفين المرتب يعني أفهمني. أكيد طبعا. يعني إحنا كل عياتنا دائما في البداية بنعطي حسن النية. صح. ودائما بنشوف الناس بتضحك معنا وبتتعامل معنا منيح، ومنقول عنها هاي كويسة وهذه مثل أختي أو هذا مثل أخوي،
بس الا بالاخير يعني كل واحد ناكل كف يصحينا كلياتنا بلا اخوي بلا اختي. اه يلا بنشكر اكيد اتصالك يا ديما. بالاخير يسقط صح 100%. يلا نتمنى لك يوم بياخذ العقل يا ديما واهلا وسهلا فيك وعلى السريع بناخذ كمان اتصال من احمد. هاي احمد مساء الخير كيف حالك؟ مساء الورد اهلا وسهلا. انا تمام؟ كتير منيحه انت امورك أنا تمام؟ انا هلا بعثت لك خاف من اثنين اذا جاهل تعلم له كلمتين او واحد فقير صار معاه صح فقير يعني عرفتي مزبوط. هلا هو شوفي انا مو انه الموضوع هو مصاري ولا شيء هو ظرف الواحد لما يصير معاه ظرف ببين المعدن الواحد يعني انا في شاب صاحب إلي بدون ذكر اسماء تمام صار لي بعرفه 25 سنه اوكي وأنا تعرفت عليه بمشكلة يتطلع فيه وأتطلع فيه وصرنا 25 سنة وإحنا أصحاب فشغلة بسيطة يعني مو يعني شغلة مو بسيطة يعني أقل من تافهة وخربت العلاقة بيناتكم يعني وراحت راحت العلاقة وصار يعني عرفتي رجع غريب زي أول رجع أكثر من غريب. هل كان السبب يعني برضو ماديات إشي له دخل بالفلوس؟ يعني لا مو كتير بالفلوس يعني هو في 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 الموضوع فلوس يعني هو هو اللي أنا حكيت اللي حكيت لك المثل عنه. يا الله قديش صعبة صراحة بتخسر حدا زي كأنه أخ إلك بيكون يعني معاشرك على الحلوة على المرة. يعني إحنا كنا عيلة وأكثر من عيلة يعني عيلة أهل وعيلة يعني زوجاتنا مع بعض وكذا ونروح مع بعض وما في يوم إلا نكون نحكي مع بعض يعني. طب أحمد بدي أسألك سؤال لو هلأ مثلا بضل. بيجي حس بغلطه خلينا يحكي وبيعتذر لك هل بتسامحه ولا بتضلك دائما محتاط منه؟ لا 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 خلص. أنا مش أنا مش إني أنا بسامحه إنه أنا حقود بس إنه أنا مش على كيفك. لا يلدغ مؤمن من حجر مرتين زي ما أيوة هي هي. وبدي أحيي صحيح حبيب فداء عبد الغني بتشارك معكم إيه صديقتنا الصدوقة فداء تحياتنا أكيد لإلها. هاي زوجتي وحبيبتي الله يخلي لك إياها يا رب كتير بنبسط لما يكونوا كابلز عم بيتابعونا. أهلا وسهلا فيك أكيد يا أحمد أنت وفداء وشكرا يعني لاتصالك. أربح شكلي إن شاء الله. هاي الكمبيوتر هلأ بوشوشه كلمة سر للكمبيوتر. يلا بنشكر اتصالك أهلا وسهلا فيك يا أحمد. سامية أبو خلف عم تحكي أنا من الأشخاص اللي انصدموا بأقرب الناس لإلهم للأسف وقت الغضب عجبوا بالحكي بعدين بحكي لك أنا اللي بقلبي على لساني وفعلا إن كسرت يعني قلبي معاك يا سامية أكيد. نجوم الطهر كل مكان كل مكان معي أنا معي أنا مع رمد العلامي بس خلاص.